والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ شكرا تكونوا مبسوطين. وارجع لكم مقطع جديد عن فيفا. واليوم اخوان بنشرح لكم دوري ابطال اوروبا. وبسم الله خليكم مع المقطع وحدد دوري ابطال اوروبا. المهم هو عندنا نحن اللاعبين بيلينغهام والفاريز ودياني، وعندنا المربي الشرقي، وعندنا دوكو، وعندنا واتكنز، وعندنا الاغاثي الباقي معروفين ما لازم اشرح. الحين اخوان نروح المهام، وبعدين نروح مباشر. بعدين عندنا تحديين، عندنا ملعب الارتقاء والثاني اللاعب اللي تحت. ونروح اللي تحت اخوان، وش رايك فيه حبه حبه؟ اول شيء اخوان نصح مني تكمل اول تحديين، ولكن اذا تبغون اللاعب كملوا كامل. ليش تكملوا تحديين؟ عشان فيه 1000 اكس بي اذا كملتها كامل. ولكن اذا تبغى اللاعب كملوا كامل. اما ملعب الارتقاء وش تسوي فيه؟ انا الحين بروح اعلمكم كيف. الحين بنقل نفسي بروح عند الملعب، اختار ملعب الارتقاء اللي هو الحدث. طيب شوف اخوان المطلبية، نحط المقام التشكيلة. المهم المطلبات لعب ارتقاء مو لازم تطوره كامل، والريت يصير من 85 وتحت، يعني نفس التشكيلة هذه. التشكيلة هذه يا اخوان ما راح العب فيها بقى. طبعا بطورها بس كذا، بس احب اشرح بس فقط صراحة. طيب يا اخوان بس هذا الموجود. الحين بنروح نفتح باكجات. الان يا اخوان نفتح، نبدا نسوي باكج. هذاك يعني نباع وكذا بس بسيط، مو قوي. كام انجليزي؟ مدري فورم ما ادري دو انجليزي برضو. هذا شريك والله ما ادري مين ذا، بس كدش من كدش ما ادري. ايزي. المهم باكج نباع، نبيع الاشياء اللي تنباع. عندنا هذا عقل المدير الفني، ونبيع الصورة هذه والكورة. 1780 في الجيب كذا. طيب ونبدا الحين بالباكج الثاني. اللاعبين بلس 70، البي امريكي. اسكب على طول، مو بلعب امريكية. ينباع ما ينباع؟ هل نفتح باكج ثاني؟ لاعب بلس 70، مهاجم ستيسر بي دوري ايطالي. اذا فتش حلو بيطلع لي في فلوفيتش. حلو فلوفيتش، حلو فلوفيتش، حلو 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 فلوفيتش. 84 حلو، ما ادري ينباع ولا ما ينباع باكج، نسيت. ما ينباع. بران حلو، بران ينباع، يعني ان شاء الله 5000 كذا 6000 جيبي ان شاء الله. هاي اخوان الباكج اللي قبل الاخير، ويعني مو قبل الاخير. المهم هنشوف اذا في باكج ثانية. اسكب ما حدث. والله بوبي يا ريت ما سويت اسكب. طب خلنا نشوف كم سعرها. 11000. بشوفوا يا اخوان، والله يا اخي الطاقات حقتها تيجي منها، والله ما يجي منها. بس اريت ريت، يلا ريت 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 ريت، يلا حلو حلو. نضغط والثانية مات سو والله شيء مستحيل اشوفه يعني. الحين نضغط ذا نقل النادي ثاني من تشيلسي. تشيلسي بنت بعد، يلا ايش تبغى؟ ايش تبغى؟ ونروح عند الحزمة الدعائية. دعائية جلها. ونفتح ابو باكج 25000 من الحدث. طيب جي كي برتغالي، دوري برتغالي، حارس برتغالي. ليش حارس برتغالي؟ ليش والله ما يسوي باكج يا شيخ، دفعت فيه على الفاضي. عندنا باكج مجاني حق دوري ابطال اوروبا، حلو حتى ما طلع فيه كويس. خلنا ناخذ اللي ذا في النص. يوفلو بلينغهام، يولو بلينغهام. بيري جول بلينغهام. والله يا اخوان اني بصارخ من بلينغهام بالغم. طيب الله لك مفتحته معايا بس. المهم وإلى هنا شباب وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، وإذا ما أنت مشترك اشترك. ومع السلامة.